النهاردة أيها الأحباء، الأحد الثاني من شهر توت المبارك من سنة 1732 للشهداء الأطهر. وفصل الإنجيل اللي احنا سمعنا النهاردة من بشارة معلمنا لوقا صح 17 بيكلمنا عن صلاة خاصة بين ربنا يسوع المسيح له كل المجد، الأكنوم الثاني مع الله الآب له كل المجد. وقال في هذه الصلاة: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وعلمتها للأطفال الصغار. ولما قال كده ربنا يسوع له كل المجد، أراد أنه ينقلنا نقطة مهمة جدا في حياتنا، هي حياة البساطة والحكمة. أن يكون الإنسان بسيط، والإنسان البسيط الله يتعامل معه بصفة خاصة. الإنسان اللي مش معتمد على علمه أو ثقافته أو وضعه الاجتماعي، ولكن معتمد اعتماد كلي على النعمة الخاصة إلى ربنا يسوع كل المجد بيدهاله. الأمر اللي خلى ربنا يسوع كل المجد لما يجي يختار ناس تكرز باسمه، ما اختارش من جهابذة العلم، ولكن اختار البسطاء. ما اختارش من الكتب الفريسيين، برغم ان الكتب الفريسيين هم علماء الشريعة وعلماء التوراة وأسفار المقدسة، لكن لما حب يختار الناس اللي تكرز باسمه اختار أصحاب القلوب الصافية البسيطة. طب هيتكلموا مع الناس ازاي دول؟ دول ما يعرفوش حاجة. مثلا القديس يعقوب الرسول ده كان بسيط جدا جدا، حتى غير متفوه في الكلام. تختاروا ازاي؟ ده هيكلم الناس ازاي؟ يقول لا، ده مش شغلتكم انتم، اهم حاجة النوعية، وبعدين انا ادي الامكانية. علشان كده القديس بولس الرسول بيقول: أما اختار الله جهال العالم ليجزي بهم العلماء؟ أما اختار الله فقراء العالم ليجزي بهم الأغنياء؟ كنت ممكن يا رب تختار ناس أغنياء يكرزوا معاك، دول يعني اللي هيبنوا الكنائس واللي هيعمروا الأديرة. يقول لك لا، كل ده يجي بعدين. قديس الأنبا أبراهام مثلا ما يتحلى به هو البساطة. البساطة مع الإيمان القوي، وما حطش في دماغه إنه إزاي يبني وإزاي يعمر، ولكن عاش ببساطة الإيمان، فتعامل معه الله بصفة خاصة. في يوم من الأيام لما ادوله فلوس عشان يبني مطرانية، بساطة الإيمان اللي فيه أنفق كل ما يأتي إليه من نقود لأجل الصرف على المطرانية في أعواز الفقراء. الناس استغربت، طب والفلوس اللي احنا اديناها دي هتعمل بها إيه؟ يعني المطرانية تتعمل ازاي لما انت انفقت كل الفلوس دي على الفقراء؟ قال لهم انا بنيت فوق، المطرانية فوق. عنده ايمان ببساطة الايمان ان حتى المطرانية هتتبني. روحوا شوفوا دلوقتي الفيوم، فيها اعظم مطرانية وفيها مطرانيات، فيها مباني شاهقة جدا لخدمات عظيمة جدا باسم الأنبا أبراهام رجل البساطة العطاء. الله يتعامل بصفة خاصة مع البساطة.
القديس يعقوب زي ما قلنا ما كانش يعرف يتكلم كتير، بسيط، لكن الروح القدس أعطاه ثمن وحكمة الذي لا يقدر جميع مقاوميه أن يقاوموها أو يناقضوها. ولما تقروا رسالة معلمنا يعقوب، هي أبسط رسالة موجودة في الكتاب المقدس لكن لها معاني قوية جدا. وإزاي المعاني اللي موجودة في رسالة يعقوب تأخذ الإنسان البسيط إلى عمق الإيمان؟ يبقى البساطة أولا موجودة لأجل ملكوت السماوات، لازم تكون موجودة في الإنسان علشان ربنا يتعامل معاه، وده الأمر اللي طلبه ربنا يسوع له كل المجد. الكون بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة، وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. دي بالنسبة للبساطة. طب والحكمة؟ أو الحكمة بقى فيه واحد فريسي أو ناموسي انتهز الفرصة أن الرب يسوع له كل المجد وسط الجموع، فيعمل إيه بقى؟ عايز يسأله سؤال يقول له ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ بس هو مش هدفه الحياة الأبدية. أحيانا كده في تلامذة أو طلبة يسألوا المدرس أو الأستاذ أسئلة عجزية علشان إحراجه. هذا الناموسي كان يريد إحراج ربنا يسوع المسيح لكل المجد، لأنه الناموسيين والفريسيين كانوا عارفين وجهة نظر ربنا يسوع فيهم. فلما يقول له ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية يقول له خلي بالك ما تخلكش فريس وناموسي في الطقس أو الفريسية في عمل الناموس كما ينبغي، لا أنا عايز الرحمة هي الأهم. كان هيج الدنيا، هيقول لهم شايفين ضد الناموس أهو، لكن ما عملش كده ربنا يسوع له كل المجد. خلي بالكم ما تخلطوش بين الشاب الغني والناموسي، الاتنين سألوا نفس السؤال بس هناك فرق. الشاب الغني نقرأ عنه في متى 20 راح لربنا يسوع له كل المجد جاثيا على ركبتيه، عنده استعداد انه يتعلم لأجل ملكوت السماوات. يقول لنا كده جاء شاب غني وجاث على ركبتي وسأله يا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ ده سؤال واحد عايز يستفيد لأجل خلاص نفسه. لكن التاني الناموسي راح كده وسط المجتمع وقال له ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ وبعدين في لوقا بقى اللي هو صح 19 بيقول لنا جاء ناموسي ليجربه، مش لاجله نستفيد منه. علشان كده ربنا يسوع له كل المجد بيعلمنا الحكمه في الجواب، ازاي نجاوب، ازاي نتكلم. كان ممكن ربنا يسوع يقول له ايه بقى؟ معقول انت واحد قاري في الناموس والانبياء والشريعه وانت مدقق في الناموس اكتر من اي حد، مش عارف يعني ايه تعمل عشان ترث الحياه الابديه؟ كان ممكن يجاوبه كده ولا لا؟ ممكن كلنا بنقع في هذا الخطا. ما واحد يجي يسالني سؤال يقول لي اعمل ايه، اقول له معقول يا فلان انت في السن بتاعك ده وفي المعرفه بتاعتك دي مش عارف تعمل ايه؟ الجواب اللين يصرف الغضب. هنا ربنا يسوع له كل المجد جاوبه بحكمة متناهية، بس جاوبه بسؤال، قالوا انت بتقرأ ايه؟ العمل اللي انت تعمله من قرايتك، ماذا اعمل لأرس الحياة الأبدية؟ عايز روح السماء بتقرأ ايه؟ في ناس كتير هتجاوب بقى تقول انا فعلا بقرأ ايه؟ ده ممكن اغلب الوقت اقرا في النت السياسه والاقتصاد والرياضه، اغلب الوقت ده انا اغلب الوقت ممكن اقرا عن علوم الفضاء
أغلب الوقت أنا هاوي إن أقرأ في الصحة والمجتمع، كل ده كويس، لكن مش هو ده اللي يوديك الحياة الأبدية. قال له ماذا تقرأ؟ إيه الوصايا اللي موجودة؟ ابتدى يقول له نفس الوصايا زي ما الشاب الجاني قالها بالظبط. أحب الرب إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك إلى آخره من الوصايا دي. وبعدين قال له إيه ربنا يسوع له كل المجد؟ قال له بسيطة، افعل هذا فتحيا، افعل هذا فتحيا. كتير قوي يعني الكتب الفارسيين بالذات حبوا يسألوا ربنا لأجل إحراجه، ولكن هو بحكمة شديدة صنع. في يوم من الأيام قالوا له يعني ندفع جزية لقيصر ولا لا؟ طبعا انتوا عارفين في الزمن ده بالذات كان اليهودية كلها خاضعة للحكم الروماني، وكان الحكم الروماني مشدد جدا على اليهود انهم يدفعوا الجزية، مع ان اصحاب البلد ما يدفعوش الجزية. فقالوا له احنا اصحاب الارض ندفع الجزية لقيصر ام لا؟ دي حتة سياسية. كان ممكن هو ربنا يسوع يقول لهم ببساطة طبعا عندكم حق، اصحاب البلد ما يدفعوش الجزية، لكن ما قالش كده. الحكمة اللي نطق بها ربنا يسوع له كل المجد، قال لهم ائتوني بعملة، العملة بتاعت الجزية فين؟ فجابوا له العملة، قال لهم لمين الصورة دي ولمين الكتابة؟ القيصر. قال لهم إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. حدش يقدر يشتكي عليه، هو نفسه له كل المجد. قال من منكم يبكت على خطية؟ لم يوجد في فمه غش أو مكر، يجاوب بكل الصدق بكل حكمة، بيعلمنا ازاي نرد. في يوم الأيام قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ طبعا ساعة لما كان في الهيكل، وليه الهيكل هيصة، ده يبيع وده يشتري جوه الهيكل وده يغش إلى آخره. فطرت باعة الحمام فقالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ قال لهم قال لكم الأول سؤال وتجاوبوا عليه. معمودية يوحنا من الله ولا من الناس؟ الناس إذا قالت من الله هيقول لهم على طول طب ليه مش بتؤمنوا بيه؟ لأن ما كانوش مؤمنين بيوحنا المعمدان كنبي. خلي بالكم ده هو كان عندهم في وجهة نظرهم أنه بمجرد واحد كالأنبياء، لكن ما وصلش لمرحلة أشعية وأرمية، ده فكرهم هم، لكن مع أنه هو أعظم وليد النساء. فلو هم قالوا له من السماء هيقول لهم طب أنتم ما أمنتوش ليه بيه؟ هيقولوا فعلا إحنا ما أمناش بيه ليه؟ بس إحنا مش بنؤمن بيه كنبي، ومجرد مش بنؤمن بيه نبي، ده هو مجرد كنبي، هو عايزنا نرفعه لمرتبة الأنبياء. قال لهم في نفس المكان لما هم قالوا له، هم فكروا في نفسهم لو قلنا انه من السماء هيقول لماذا لم تؤمنوا به؟ طب ولو قالوا من الارض الناس كلها تهيج عليهم كلهم، لان عندهم يوحنا المعمدان شخص عظيم جدا. فقالوا له بصراحه احنا ما نعرفش، احنا مش هنقول لك باي يعني هو معموديته منين. أقول لهم هو قال لهم إيه بقى؟ وأنا لا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا، مش من حقكم تعرفوا، لأن هو صاحب السلطان، مش من حق أي إنسان يسأله أنت بتعمل إيه ولا ما بتعملش إيه أو ليه أنت بتعمل كده. أشياء كتيرة جدا سألوا فيها ربنا يسوع لجاي يجربوه، ولكن هو جاوب بحكمة. وبيطلب مننا إحنا أيضا في كل سؤال تتسأل فيه لازم تجاوب بحكمة، لأن أنت صورته، أنت صورة المسيح المنظورة في كل مكان،
صورة متحركة لربنا يسوع له كل المجد. في البيت انت صورة متحركة منه، في الشارع، في العمل، في كل مكان انت صورة متحركة منه. فلازم تصنع بحكمة، تتكلم بحكمة زي ما تكلم هو، وتجاوب الناس جواب حكمة مش جواب يجرح. ما في انسان يكلم بالصدق وبالحق لكن كلامه يكون الحق بتاعه ده جارح، يخسر الناس اكتر ما يضويهم. فنتعلم منه ازاي نجاوب الإجابة الشافية الصحيحة بأسلوب لبق جميل مهذب، بحيث الناس تستفيد وتزعلش منك. احنا محتاجين للتعليم ده، نسلك ببساطة، بساطة الإيمان، ونتكلم بالحكمة. وعلى فكرة الإنسان اللي بيسعى أنه يتكلم بالحكمة من نفسه يسقط كثيرا، ولكن الذي يعتمد على الروح القدس في جوابه لن يعثر أبدا، جوابه يكون سليم 100%. عشان كده ربنا يسوع له كل المجد قال لنا لا تهتموا من قبل بما تجيبون به، لأن الروح القدس يعطيكم فما وحكمة التي لا يقدر جميع مقوميكم أن يقوموها أو يناقضوها. لازم يكون لنا علاقة بالروح القدس له كل المجد علشان يملانا ويعطينا من الحكمة لكي نكون صورة منه، من ربنا يسوع. ربنا يبارك حياتنا لنا كل مجد وكرامة الآن أبد آمين.